ماتش وورد كاب بطولة ودية دولية شكلت جزءا من فعاليات مهرجان دبي للتسوق والذي بات مقصدا للكثير من السواح من مختلف أنحاء العالم. وكجزء من السياحة الرياضية التي تمتاز بها دبي حظي المقيمون والسواح بفرصة مشاهدة مباريات مثيرة جمعت 6 أندية عالمية تنافسوا في بطولة ودية لها حكاية خاصة. تعد بطولة دبي الدولية من أبرز البطولات الودية التي تستقطب العديد من الفرق العالمية للمشاركة فيها. انطلقت البطولة في عام 2008 عندما بدأت شركة طيران الإمارات بتنظيم العديد من الخطط الرياضية في الإمارات العربية المتحدة، وقامت هذه الشركة الكبيرة رائدة باستحداث نظام بطولة ودية تتكون من 6 أندية من مختلف القارات بتنظيم شركة ماتشورد العالمية. شهدت البطولة مشاركة العديد من الفرق العالمية، لعل الأبرز فيها كان النسخة الأولى حيث شارك أرسنال وبورتو والبايرن ميونخ وإي سي ميلان ونيوكاسل، فحققت سمعة كبيرة ونجاحا مميزا لدى دول الغرب والشرق، وأصبح الجميع لا يتردد في المشاركة فيها. دخلت بطولة ماتش وورلد كاب عامها الثالث بمشاركة 6 أندية أوروبية وأسيوية. مكان الحدث استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب، وللمشاركين أهداف عديدة من هذه الدورة. 6 فرق أسيوية وأوروبية قسمت على مجموعتين. ضمت المجموعة الأولى كل من الهلال السعودي، شختار دونيتسك الأوكراني، وزيلانا سلوفاكي، فيما ضمت المجموعة الثانية زينت سان بيتروسبورغ الروسي، بيروزي الإيراني، وسبارتا براغ التشيكي. أندية تعد نخبة الأندية العالمية، شختار دونيتسك بطل أوكراني وحامل لقب كأس الاتحاد الأوروبي 2009، الهلال بطل الدوري السعودي ونادي القرن الأسيوي، سبارتا براغ وصيف بطل الدوري التشيكي، بيروزي حامل لقب كأس إيران موسم 2010 وأكثر الأندية شعبية في قارة آسيا، زيلينا بطل الدوري السلوفاكي، وزينت سان بيتروسبورغ بطل الدوري الروسي وحامل لقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008. مستضيف الحدث استاد مكتوم بن راشد. تحمل هذه البطولة أهداف عدة للفرق المشاركة وكذلك للمنظمين. على صعيد الفرق، تعتبر بطولة دبي الدولية الودية بطولة التجهيز للمنافسة الحقيقية على البطولات وخاصة الدوري. الوقوف على مدى جاهزية الفرق بعد المعسكرات وفترة التوقف الشتوية، احتكاك الفرق الأسيوية بالأندية الأوروبية، وقوف المدرب على مستويات اللاعبين. أما بالنسبة للمنظمين، فتجمع عدد من الأندية النخبة العالمية في حدث واحد يشكل نجاحاً للبطولة وللدولة المستضيفة، وهو ما أكده القيمون على شركة ماتشورلد وكذلك مجلس دبي الرياضي. كما شرحت في المؤتمر، طلب منا من قبل الأندية الأوروبية أن ننظم بطولة ودية خلال فترة التوقف الشتوية، وهذا يتطلب وقتاً للتحضير. أولاً اخترنا الأندية الكبرى في أوروبا، ثم اخترنا الوجهة وهي دبي باعتبارها تتمتع بظروف مناخية مثالية وقريبة من الدول الأوروبية، وهو ما تطلب وقتاً طويلاً، ولكن لم يكن لدينا متسع كافي، لكن كل شيء جاهز. الشرق الأوسط يعتبر محطة مثالية لعديد الأنشطة الرياضية، عدة أندية كبرى تأتي إلى دبي لتعسكر في فصل الشتاء كفريق هامبورغ الألماني وفريق ميلان الإيطالي، لذا تعتبر دبي مدينة مألوفة لعديد الأندية، كما أنها تستضيف أحداث رياضية كبرى. هذا هو سبب مجيئنا إلى هنا، كذلك الطقس والخدمات جيدة. البطولة الحمد لله على مستوى عالي من الحضور، الفرق وأبطال القارة الأوروبية وأسماء كبيرة على مستوى العالم موجودين في الحدث، وهذا شيء بالنسبة لنا إنجاز كبير أن إمارة دبي قادرة على استضافة بطولات
وأحداث وفرق عالمية، والحمد لله لاحظنا أن الفرق هي التي دبي، وأصبحت دبي مركز للتجمع كثير من معسكرات الفرق الأجنبية خلال الفترة هذه. فالحمد لله على هذا الشيء، وإحنا نسعى إلى توفير جميع الخدمات اللازمة لهذه الفرق بحيث تكون دائما الانطباع متميز ويرجعون بلادهم ويردون أيضا في السنوات القادمة. عدد من المؤتمرات الصحفية عقدتها اللجنة المنظمة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للحديث عن تفاصيل الحدث وكذلك للقاء المدربين بوسائل الأعلام. انطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الأعلام، عقدت شركة ماتشورلد ومجلس دبي الرياضي مؤتمرا صحفيا كشفت فيه النقاب عن أسماء الفرق المشاركة وعن تفاصيل الدورة الودية، كما حرص المنظمون على تأمين لقاء بين وسائل الأعلام ومدربي الفرق. مدرب الهلال السعودي جابرييل كالديرون ومدرب شختار دونيتسك الأوكراني مارسيلو سيسكو وعلي دائي مدرب بيروتزي الإيراني عبروا في المؤتمر عن سعادتهم للمنافسة في هذه البطولة التي تعتبر خير إعداد للفرق قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم الكروي. مباراة الافتتاح جمعت فريق شختار دونيتسك الأوكراني بفريق الهلال السعودي، وكلا الفريقين يشارك في هذه البطولة لأهداف معينة. الهلال يتصدر سلم ترتيب دوري زين السعودي برصيد 34 نقطة وبفرق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مع أفضلية لقاءين مؤجلين، ويسعى للاستفادة الفنية من هذه البطولة والوقوف على مستويات جميع اللاعبين بالاحتكاك مع فريق بحجم شختار الأوكراني بطل الدوري الأوروبي قبل موسمين. الحدث هام جدا، إذ غالبا ما نرى دورة يشارك فيها أندية من قارات مختلفة. بالنسبة لي ولفريقي، إنها المرة الأولى التي نلعب فيها أمام فريق عربي وهو الهلال، والمرة الثانية التي نواجه فيها فريق إيراني. هو أمر هام لتطوير كرة القدم العالمية، وأعتقد أن فكرة الدورة جيدة لإجرائها سنويا، لأن التعرف عن كثب على مستويات لعب مختلفة أمر لا نراه إلا في البطولات العالمية أو القارية، وهو ما يجري مرة كل 4 سنوات، وهذا أمر جيد. وما رأيك بكرة القدم في منطقة الخليج وتحديدا في الإمارات التي تستضيف سنويا بطولة العالم للأندية، كذلك فرق تعسكر هنا ولاعبين كبار ككنافارو؟ هذا أمر جيد، ولنتحدث عن قطر التي ستستضيف كأس العالم، لذا فالحديث عن هذه الدول وعن قدراتها يساعد كثيرا ويطور كرة القدم، كذلك يجلب السواح لدعم فرقها، وهو أمر مهم للمنظمين والمستقبل الكرة في هذه الدول. في الجانب الآخر، دخل شختار دونيتسك البطولة بهدف التحضير والاستعداد أيضا قبل استئناف الدوري الأوكراني الممتاز في شهر مارس، حيث يتصدر شختار سلم ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه. إنها تجربة جيدة للاعبين السعوديين لخوض منافسة أمام لاعبين أوروبيين، إنها فرصة ثمينة خاصة للاعبين الشبان في الفريق. لديك فكرة جيدة عن كرة القدم في منطقة الخليج، وأنت اليوم بدأت بتدريب فريق الهلال، كيف تسير الأمور؟ لدي ثقة كبيرة باللاعبين السعوديين، بعد 6 أعوام قضيتها أدرب في الخليج، أعتقد أن الجيل في السعودية يستعد بشكل يؤهله لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة. It's possible one day qualification for round and World Cup because for me the quality the player is possible this. ما رأيك في هذه البطولة وماذا تتوقع؟
بالنسبة لي هناك 6 لاعبين يشاركون مع المنتخب، لذا فهي فرصة للاعبين الشبان للمشاركة، وهي فرصة جيدة لهم، ونتمنى الفوز ولو أنه صعب. إن شاء الله win but it's difficult. مباراة الافتتاح شهدت تألقا لافتا للفريق السعودي الذي استطاع أن يقصي بطل أوكرانيا 5 مرات شختار ب3 أهداف لهدف. وأحرز أهداف الهلال كل من عيسى المحياني وأحمد الفريدي والسويدي كريستيان والهمسن، فيما أحرز هدف شختار مهاجمه البرازيلي لويس أدريانو. في المجموعة الثانية حقق بيروتزي فوزا صعبا على سبارتا براغ بنتيجة 3-2. أحرز أهداف بيروتزي مزيار زراع من ركلة جزاء وإبراهيم شكري وهادي نوروزي، فيما أحرز هدفي سبارتا براغ لوكاس تريسناك وليونارد كويكو.